عشاق رياضة إنما كنتم أهلا بكم في ميكرو سبور. من بعد ما قرر الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار استبعاد كل من بدر بنون واللاعب نصيرة المزراوي عن اللائحة النهائية اللي غادي تشارك في مونديال روسيا، اليوم نزلنا الشارب نسولوا بعض المواطنين كيفاش جاتهم اللائحة النهائية وأيضا كيفاش جاهم قرار استبعاد هاد اللاعبين. بقاو معنا نشوفوا الأجوبة ديال الناس. كان خصو يجيب أزارة، يجيب بوفال. بوفال وهذاك افاسونت ربو طيب زرق هذاك بلا ما بالون. تبقى الاراء اغلبيه للمدرب، هذا المدرب عنده حنكه مجرب 100% واختيارات ديالو كامل، حيت غادي لكاس المونديال لا بد يشوف شي خلل عند شي لاعب، لا بد خاصو يعزلو باش يشوف لعابه اللي يجيبو، لا بد بعدا كنديزو للدوزيام فينال ولا يديرو، حيت عندنا واحد الفرقه ديال الموت، لا بد خاص مؤهلات وخاصين شي دراري يكونوا اللي يشدوا الوطن وشي المشعل المغربي. التشكيله كامله تجبد لي ان شاء الله غدا للامام، عندنا هجوم مزيان، عندنا هجام مزيان، خاص الدعاء المغربي وخاص المسانده المغربيه تكون نهائيه ماشي مشكل. بنون راه لاعبك لائحه مزيانه وحنا معاهم ان شاء الله، ربحوا الماتش الاول باش يعطينا الثقه ومزيانين الدراري مزيانين. اما الماتشات الوديه ديال اوكرانيا وهادو اللي جايين ما نحكموش عليهم، حنا دايرين الثقه في الدراري ديالنا ان شاء الله. حاجه باينه المدرب عنده كامل الصلاحيه، ولكن بالنسبه لبانون يعني ما جاتش انه حيدو، انا خصو يخليه يعطيه فرصه عادي جدا. بالنسبه للنصير اللي خلاه في بلاصتو يعني ما لعب عادي جدا ماشي شي حاجه، واصلا كاينين ديزاتاكو مزيانين، كاينين ربعه ولا معرفتش خمسه، يعني يكون خلى بانون واخا ما غاديش يلعب ولكن غادي يعطيه واحد الدفعه بالنسبه للبطوله وشحال من حاجه. بان ليا قرار في محله، حيت بانون ماشي ديال المونديال، وشفناه مع الرجاء دار خطا فادح في غانا هو السبب في التعادل ديال فريق الرجاء، دونك ما يستاهلش يمشي للمونديال واخا انا رجاوي. دونك الى غيزون بان ليا اللاعبين اللي اختار احنا ما نعرفوش احسن من لونترينور اللي اهلنا المونديال، ولكن انا عندي تعقيب واحد هو بوفال كان يكون في التشكيله. بوفال لاعب تكنيسيان مزيان وكبير كان يكون في لا فورماسيون. لائحه مزيانه مالت لينا مزيانه، غادي يديروا شي حاجه من هنا لقدام بان ليا، واخا هكاك من داك الشيء اللي دار ما تيقنش فيهم، ولكن غيديروا شي حاجه على داك اللعب اللي كيديروا هما في اوروبا، حنا تايقين فيهم وما كانش عليه يحيدو، كان عليه يخليه ما كانش عليه يحيدو، حيت هذيك التعليمات جايه من ليه، ولكن كون خلاه من الافضل مزيانه، حيت غير خلاه في الاحتياط اللهم كنا خلاه. واش غادي نقول لك هما ديك 23 لاعب كلها مزيانه، من الاحسن كون خلاهم كون خلا معاهم بانون، هي كانت 26 لاعب كون خلاهم كاملين. مازال بانون نقول لك واخا ما عندوش ما محترفش، ولكن تبارك الله تيجينا انا مزيان كنا خلاه. ادلان بانون صيفط روسيا باقي مخرج شي باسبور، خرج باسبور غنمشي انا وحنحاول. بان لي التشكيله في المتناول، انا من احسن حاجه دار هيرفي رونار من بعد بانون، ومحشومه من ما عايش على اوناجم والله تحشوم. مزيانه التشكيله مزيانه، تقدر تقارع الفرق الكبيره. ايران ضربوها في الاول، ماتش الثاني ان شاء الله البرتغال تايا الرباح، ماتش الثالث يبقى هذاك الماتش ماتش سد غنتعادلوا ان شاء الله وغادي ندوزوا. التشكيل ككل بطبيعه الحال المدرب هيرفي رونار في المستوى تبارك الله، وكما شفنا من قبل انه قدم مستوى كبير مع جميع المنتخبات، وكما كنشوف دابا باللي هاد المجموعه الاخرى اللي اختارها في الاخير رغم استبعاد بانون لاعب فريق الرجاء البيضاوي اللي كيقدم مستوى جيد في البطوله كما كنشوفوا، ولكن بالنسبه لي هيرفي رونار هو بالنسبه لي هو القرار الاخير استبعاد بانون باش جاب الناصيري. نتمنوا ان شاء الله من المنتخب يقدم مباراه كبيره اليوم بعدها في ماتش امريكان مع سلوفاكيا، ونتسناو الماتشات الجايه ان شاء الله في كوب دي موند، ونتمنوا يفرحوا الشعب المغربي كيتسناهم بقوه وشراسه. اذا مشاهدنا كيف ما شفتوا معنا، فالبعض قال على انه هيرفي رونار ما كانش عليه انه يستبعد اللاعب الرجاوي بدر بانون من اللائحه النهائيه، والبعض الاخر قال على انه الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار كيتحمل كامل المسؤوليه وايضا عندهم الثقه في قراراته. الى هنا مشاهدنا وصلنا لنهايه الحلقه، كنضرب لكم موعد في حلقه جديده بحول الله، الى اللقاء.